الحديث هناك حديث يمنع نوم الرجل وحده، ورد حديث معلول أن النبي نهى عن الوحدة وقال نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده ويسافر الرجل وحده. والرواية المضبوطة لهذا الحديث أن النبي قال لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده، وليس المبيت ذكر فيها في الرواية الصحيحة. وأيضا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في غار حراء وينام وحده. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهرا كاملا في مشروبة له عليه الصلاة والسلام.